كلمات صدحت من حناجر عانت من القمع والظلم والقهر. طلب أصحابها بالحرية فقوبل طلبهم بالرصاص من قبل جيش الأسد لينشق العشرات من صفوفه رافضين قتل المدنيين. فكان من المنشقين المقدم حسين هرموش، والذي يعتبر من أوائل الضباط السوريين الذين أعلنوا انشقاقهم عن جيش النظام احتجاجا على أعمال القمع. أنا المقدم حسين هرموش من ملاك الفرقة 11 قيادة الفرقة، أعلن انشقاقي عن الجيش وانضمامي إلى صفوف شباب سوريا مع عدد من العناصر الجيش العربي السوري الحر. أعلن هرموش بعد ذلك على تأسيس حركة لواء الضباط الأحرار، ووجه نداء إلى ضباط الجيش والجنود للانشقاق والالتحاق بحركته. وفي 31 من تموز أعلن العقيد رياض موسى الأسعد انشقاقه ومجموعة من ضباط الجيش السوري وأسسوا الجيش السوري الحر، وحددوا له هدفاً هو إسقاط نظام بشار الأسد وحماية الثورة. ندعو الشباب في سوريا لتلبية نداء الواجب في الدفاع عن الوطن، لدحر هذا النظام وعصاباته المجرمة، وعدم الالتحاق بمراكز الخدمة التابعة للنظام، بل الاستعداد للالتحاق بصفوف الجيش السوري الحر. أعلنت بعد ذلك حركة الضباط الأحرار انضمامها إلى الجيش السوري الحر وتشكيل المجلس العسكري، إلى أنه منذ تشكيل الجيش السوري الحر سعى نظام الأسد إلى سحقه بكافة الأسلحة وبكل ما يملك من أدوات القمع، بيد أن الجيش السوري الحر قام بعدة هجمات على أهداف أمنية في مدن مختلفة، تمكن خلالها من تحقيق انتصارات وتحرير الكثير من المناطق جنوب البلاد إلى شمالها ومن غربها إلى شرقها. الحمد لله رب العالمين، تحرير حاجز زحوي، أبطال الجيش الحر داخل الحاجز. الله أكبر والعزة لله، الله أكبر، فرحة النصر في كل مكان، الله أكبر مع أبطالنا. ومع جملة الانتصارات التي حققها الجيش الحر أصبح محل أطماع جهات أخرى، فأصبح يقاتل عدة جهات في الشمال السوري وتحديداً في حلب وإدلب. يقاتل الجيش الحر عناصر تنظيم داعش رغم ما يتعرض له من قصف جوي من قبل نظام الأسد. أما في ريف دمشق ودرعا يقاتل الحر ميليشيا حزب الله وأبو الفضل العباس بأكثر من منطقة رغم قلة الإمكانيات وقلة الذخائر. قرار الحرب يقر عن طريق التلبيس حسبنا الله ونعم الوكيل. البرمير السابع اليوم منذ الصباح الباكر حتى الآن، هذا البرمير الخصب حسبنا الله ونعم. وحديثاً دخل الطيران الروسي ليكون الغطاء الناري لقوات الأسد على الأرض، مستهدفاً منذ انطلاق عملياته في سوريا عدة مقرات للجيش الحر في حما وإدلب وحلب شمالي البلاد، وأن أكثر من 90% من الأهداف التي تضربها روسيا هي أهداف مدنية. الله أكبر، الله أكبر، الطيران الحرب الروسي يقصف مدينة اللقام في حماة. إلى أن تكالب الروس ونظام الأسد وإيران وميليشياتها على الشعب السوري وعلى الجيش الحر دفع به إلى مزيد من التنظيم، ما أدى إلى تجدد انتصاراته وإنجازاته على جميع الجهات.